الجريمة التي قام بها الاحتلال واغتيال القائد البطل خضر عدنان. هذا القائد الأسطوري، القائد الذي سطر أربع ملاحم في سبيل قضية الأسرى، قضية وطنية، قضية شعبنا الفلسطيني. إحنا بدنا يعني نطرح من روح القائد الشهيد خضر عدنان ويقول للشهيد خضر عدنان: نعم إحنا قصرنا بحقك كشعب فلسطيني، قصرنا بحقك كإسرائيل، قصرنا بحقك الأسرى والحررين كمؤسسات. لكن نقول إحنا على العهد ونحن الوفاء، سنبقى نحن رايتك باسمنا، وسنبقى اسمك يتردد في قلوب كل الأحرار، في كل شعبنا الفلسطيني. هذه الوقفة وقفة صغيرة لكنها وقفة تعبر عن وفاء من بعض الأخوة الأحرار من الأسرى الحررين، من المناظرين، من الناس اللي بدنا نضحك. وجاءت هذه الليلة تجسد وتأكد أن خضر عدنان في قلب كل شعب فلسطين، في قلب كل أحرار فلسطين.